تكون فقراء ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء هم السلاطين والسادات والأمراء ما لذة العيش إلا حبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخلي حظك مهما قدموك ورا ولا ذوقت إلا إن سئلت فقل العلم عندي وكن بالجهل مستشرا وحط رأسك واستغفر بلا سبب وقف على قدم الإنكرة معتذرا ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استترا ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استترا وقل عبيدكم أولاد صفكم فسامحوا وخذوا بالرفق يا فقراء ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا عيبا بدا لكنه استترى عسى العيب ولا ترى العيب لكنه استترى وقل عبيدكم أولى بصفكم فسامحوا وخذوا بالرشد أجرًا فقرا كثيرا ما نسمع مثل هذه الأبيات من هؤلاء المرشدين الذين يرشدوننا في إنشادهم بألوان نغماتهم فأولي الألباب يشهدون المعنى وأولي القشر يشهدون النغم والفرق ما بين المعنى والنغمة نقطة
حار فيها أولو الألباب. فمن جملة إرشادهم وتوجيههم يا أولي الألباب: ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا، عيبا بدا للغير لكنه استترى عليك يا أيها الإنسان الذي يعيب غيره وينسى عيب نفسه. وهذا مرض عام ترى في الرجال وفي النساء، لا ترى مجلسا يخلو من هذا الحديث الذين يتحدثون عن أناس غائبين أو حاضرين يغتابونهم ويرمونهم بالنواقص والعيوب، وكأن هذا الذي يعيب غيره كأنه شخص كاملا ليس فيه عيب ولا نقص، فهو كامل مكمل. وهذا من الدواهي التي يقع فيها كثير من الناس من الرجال والنساء. كثير من الناس يظن أنه صلى وصام وذكر الله وحج وتلحى، وكذلك من النساء ظنت أنها تحجبت وصلت وحجت وصلت وذكرت حضرة الله، ولكنها عندما تخلو برفقائها فتراها تذم فلانة وتعيب فلانة وتذكر فلانة بسوء، ولا تفكر أن هذا الشيء الذي ترمي به غيرها هي واقعة فيه. وكذلك الرجال عندما يتحدثون يأتون بإنسان وتراهم يرمونه بالعيوب، ولكن الصوفية دأبهم وبغيتهم أن الواحد منهم يتخلص من أخطائه ومن عيوبه، فتراه ينشغل بعيبه ويترك عيب غيره. ولذلك من حكمهم: لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب، والعبد لا يخلو من عيب أبدا. إذن هذه الخصلة الرذيلة التي اتصف بها كثير من الرجال والنساء، ما ظهرت لهم هذه العيوب لأنهم ما صاحبوا الأصحاب الصادقين المخلصين الذين هم مرايا مسؤولة لمن صاحبهم، فأظهروا له عيبه عندما يصاحبونه. لأن المؤمن للمؤمن كالمرآة. ولكن يا أيها المستمع، يا أيها المؤمن، لعلك تغلط في المرايا، هناك مرآة مكبرة وهي تعظمك أمام الناس، فهذه تكبرك وأنت صغير. وهناك مرآة مصغرة، هذه كذلك هذه تضر في صاحبها وفي غيره. وكذلك مرآة جرباء ومرآة مقعرة ومرآة ثقيلة، وهكذا. فعلى الإنسان أن يفتش على المرايا المسؤولة فيصاحبهم حتى يرى عيب نفسه بهم. عندئذ يحاول بشتى الوسائل فيجاهد نفسه لعله يتخلص من عيوبه وأخطائه. والمؤمن الصادق الذي صدق في التخلص من عيوبه كالطالب في أيام الفحص، هل رأينا طالبا في أيام الفحص وهو يكتب أجوبته؟ هل رأيناه انشغل برفقائه؟ هل رأيتم طالبا في قاعة الفحص انشغل بعيوب غيره، أو انشغل في رفيق له يكتب أم لا؟ وما رأينا شخصا منشغلا بغيره إلا ذلك الإنسان المغلق عليه، لم يستطع أن يكتب ولم يستطع أن يجاوب، فتراه يراقب زيدا وعمرا حتى يراقب المراقب. وكذلك التاجر، إذا ما رأينا تاجرا جاءته زبوناته
وهو عنده الفواتير الكثيرة، هل رأيناه ينشغل بجيرانه؟ هكذا شأن الإنسان المؤمن، لا ينشغل بعيب غيره ويترك عيبه، هذا دليل على أنه ناقص في عقله. لذلك يا نساء لعلكن تنتبهن إلى هذه النصيحة من هؤلاء المنشدين المرشدين. وقد يدخل احدى النساء في الغيبة تزداد عيبا ثم تزداد غيبة، والله نهانا عن الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا. جاوبوا هذا استفهام قبل الله، ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا؟ وقد اغتاب احدهم انسانا فرآه في منامه، وضعت له مائدة من الطعام، فوضع امامه صحن كبير وفيه لحم، فنظر في ذلك اللحم فاذا انسان مصغر هو الذي اغتابه قبل يومين. فوقف هذا الانسان وقال كل، فهذا يموت من رعبته وهو في المنام. لهذا تفسير لقوله تعالى ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة ذكر أخاك المؤمن بما يكره، لذلك لا تفرح في مثل هذه المجالس عندما تأتيك النفحات وتأتيك التجليات وتأتيك الأنوار، وفي اليوم الثاني وإذا بك تكذب وإذا بك تخون وإذا بك تنافق وإذا بك تنظر إلى النساء وكذلك النساء ينظرن إلى الرجال، أين التجليات وأين النفحات؟ هذا الذي ينغش في مثل هذه الحالات كمن ينغش في الإسبرين عندما يضعه صاحب الصداع يظن انه شفي من مرضه، ولكن في الحقيقة ما دام هذه المادة في رأسه فلا يشعر بألم الرأس. كذلك الانسان في مثل هذه المجالس التي هي روضة من رياض الجنة يرفع الانسان فيها الى مستوى الطيبين الصالحين. اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. ولكن هذه النفحات يا انسان لا تنغش بها وفي اليوم الثاني تكذب وتنافق، هذا انت تشرب على مرقة غيرك. الشوق يشرب على ماء الورد. لذلك اذا ما رأيت تغييرا في وصفك، تغييرا في اخلاقك، تغييرا في عاداتك، وكذلك المرأة اعتادت ان تنظر الى الرجال واعتادت ان يكون لها جراب رقيق وحذاء طويل وشعرها كذا وكذا كما يعرفن النساء، فلا ينبغي لها ان تنغر في هذه المجالس اذا ما قلبت شخصيتها من شخصية ناقصة منحرفة مائعة الى شخصية مسلمة كاملة. ولا ترى العيب الا فيك معتقدا. نرجع الى هذه الناحية فننشغل في عيوبنا، ولو ان انسانا انشغل بعيوبه ليلا ونهارا لا يستطيع ان يكمل شخصيته الا بتوفيق من الله وصحبة الكاملين المرشدين. ولهذا ينبغي لنا ان ننتبه وان نصحبهم بصدق واخلاص، وان نقف امام مرآتهم المجنوة حتى نرى عيوبنا صحيحة صادقة. عندئذ نحاول بشتى الوسائل حتى نتخلص من عيوبنا قبل ان نموت ونحن مصرين على ذلك. ولهذا يقول ابو حسن الشاذلي رحمه الله، من لم يتغلغل في علمنا هذا، في علم التصوف الذي يبحث في امراض القلب وعيوب النفس، من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرا على الكبائر وهو لا يشعر. اذا نرجع الى درسنا الذي سمعناه من منشدنا. نعم ولا
ولا ترى العيب إلا فيك متنفذا عيبا بدا بينا لكنه استترى. ولا ترى العيب يهدي التفوق من أخلاقهم فروقا حسن التألق منهم راق النظر. يهدي التفوق من أخلاقهم فروقا عشقناكم ولا عصب علينا وكل اللطف في تلك الصفات. يهدي التصرف من أخلاقهم طرفا عشقناكم ولا عصب علينا وكل اللطف في تلك الصفات. عشقناكم ولا
نفسها يرى ليس من استحكامه أثر وقد جد وانهض عند خدمته وراقب الشيء وراقب الشيخ في خليفاته وقدم الجد والحضر عند خدمته عساه يرضى وحاضر ان تكن ضجرا احبهم واداريهم هو أثيرهم بمجة وخصوصا سموء نفرا أحبهم وأدانيهم وأثيرهم بمجة وخصوصا منهم نظر قوم كرام يا كرام قوم كرام احبكم يا الله عليه
بشد ما أن سرقا بالعيون الداريات نصير الليل والأسماع كلها
صلوا عليه. اللهم صل على سيدنا محمد Amen.
فذبحوا الهدى.